بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وفي رسالة آيات أنت معناه بلا نبة المامسة وعكلوت المامسة عذر كم إذا عذر رضا تتقار كدعا عذر كاسوها حاسد نمو حاسد نمو لا سقفك مكا كدعا صفدا إلهي الشيغي أيكو صفوبا إلهي وحوري إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. هدي أتقول يا وناقا دانا وكان حيا حاسدك هدي أي دبات أي مشكلة كلاسة وقد بناتنا وكفر حيا لكن حاسدك النوع عاص الصفادة أتك وقال لفسن ليدت له محا وركي سادسك غحري كرتا أماتك غبت بادي كرتا إله با تلمام وحوري وإن تصبروا حدا ودبا رايكتا وصبرتان وتتقوا إلهنا سبحانه وتعالى كبقتان وحسك إله عسكتان وحرق إله قبستان لا يضركم كيدهم شيئا شرقوا لدودا يحاسد مدودا وحبك قادمايان عدنا بها وبقين عدنا بها كهبرا حاسدنا هاو تشبن لأنه سكه لو كقن عيام مجرته إن إلهي سبحانه وتعالى كبابيه مويان سيدا أوغيد إن العسكتا ويصبرك يالا كعبسك سياد حاسدك وقات كاتو إلهي وحن كبر يعني أن عذرك هاي نغا إلى اليوم هو كسفو بين الشرك وذا إلهي نغا دوو قفكستا كليفا شرقريا ولالكين أفا فينا إلهي وحن كبر يا عذرك هاي نكبت باديا شرك حاسدين تنا إلهي سبحانه وتعالى وكين دسابه.